عمرنا ما هنتجوز ابدا. ان شاء الله هنلاقي حل. ازاي بس دي مقفله من كل ناحيه؟ ضروري هنلاقي حل. بخيت، باي شكل هنلاقي لها حل. بخيت بخيت، احنا مش ناقصين قضيه ادب تانيه. هتعمل ايه؟ انا عليها من اللي بتقفله من السنه للسنه. طب افرض حد شافنا؟ يعني قال له جوه مش هنبقى في الطريق العام. دي ليك. ايه دي؟ مش عارف، انا مصدر عليها ساعة كده. ساعة؟ عيالك عاملين ايه؟ كويسين. كويسين؟ خد ربع جنيه اهو، هات لهم لحمة وشوية فاكهة وشوية حاجات كده، نغنشهم يعني. عباس بيه ما بيجيش هنا غير يوم الاثنين، وبيمشي بدري اكمنه متجوز، وأنا هنا بقى في حراسة على طول. أنت خدمت فين قبل اسكندرية؟ طنطا. طنطا، طيب، خلي بالك ها؟ هخلي بالي. من هناك اخيرا اتحلت ازمه السكن يا عديله. يا سلام، يعني عقبال الظروف ما تتعدل. الظروف عمرها ما هتتعدل لوحدها يا اخي. الناس هي اللي بتسكت على حقوقها. صح، الناس هم اللي لازم يغيروا ظروفهم. طبعا. تعرف لو انتخبنا مرشحين عادلين كانوا ممكن دافعوا عننا وعن حقوقنا. العيب فينا بخيت، احنا اللي بنتساهل في حقوقنا وبعدين نرجع نشتكي ونعيط. نعيط بخيت. انت امتى اخر مره رحت انتخبت؟ امتى اخر مره رحت انتخبت؟ مالك يا بت، تعيانة ولا ايه؟ انتخابات ايه؟ مالي ازاي؟ مالنا ازاي؟ انت مش قادر تفهم ان ازمتنا دي جزء من مشكلة المجتمع ككل؟ طب هي وصلت للمجتمع؟ دي ليلة من هيلة بستين نيلة. ايوه، مجتمع بايظ محتاج لإصلاح على قد ايه الناس عندها وعي سياسي وحس بمشاكل الناس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا مال السياسة؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش شاشة فلاشة كده بتهشم؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني سلبي وجاهل، وانا خلاص من بعد النهارده اللي هبقى سلبيه ولا جهل. ايه هتعملي ايه يعني؟ هرشح نفسي في مجلس الشعب. مجلس الشعب؟ مجلس الشعب ايه؟ تضحك على ايه؟ يعني هم اللي بيرشحوا نفسهم دول احسن مني في ايه؟ هم رجاله، لكن انت ست هتتبهدلي. قول بقى انك غيران مني. الله، وهغير منك ليه؟ انت هتسقطي بالثلث. انا انجح واكسب مليون راجل زيك وهتشوف. بقولك ايه، ما بلاش ترشح نفسك في مجلس الشعب، انت رشح نفسك في مورستان احسن.
كده؟ طيب يا بخيت. هي ليلة من ليلة بستين نيلة. اللي أنا مش قادر أفهمه، ليه واحد زي رسمي بيه يرشح نفسه في الانتخابات؟ يا ابني يا رفيقي، عدوية المجلس لها مزايا كتير، سلطة، عزوة، حصانة، ده غير بقى العربيات والكباين اللي على البحر والشقق واللي 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 شقق. نفسي مرة واحدة حد مننا يمثلنا بجد. وهي شروط الترشيح؟ أبدا، إنك تكون من أب مصري، سنك ما يقلش عن 30 سنة، وبتعرف تقرا وتكتب، ده غير مبلغ التأمين 200 جنيه بس. شقة ب 200 جنيه بتقول ايه؟ الله يسهل. كويس قوي ان احنا جينا الاول كده، ضمننا رمز الجمال. مبروك يا بخيت. الله يبارك فيك. وده مين المهم ده؟ ده الحاج فتح الله المحامي. وده بقى واصل عبد الحميد مرشح الحزب. ده بقى انه واصل قوي. لا ده فئات مالناش دعوه بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ انت رشحت نفسك؟ ايوه رشحت نفسي عشان اثبت لك ان انا لا سلبي ولا جاهل، وان انا عندي فنش 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 فنش، انا اقدر اكسب انتخابات عنك. يعني ده بعيد عن شنبك، احنا هنكسبها باذن الله. هي الانسه نازله ايه؟ فئات. واحنا عمال يعني ملوش تنافس. الاخ خميس رفيق كادر قديم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نمره 33 و34. اوعى اوعى. انت جردل وانت كنكه. انا كنكه؟ لا طبعا انا مش كنكه. ويعني انا اللي جردل؟ الاستاذ مش جردل. وبعدين انا جاي هنا من الاول، ومن حقي بقى رمز الجمل. والله ده اللي عندنا، عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم روح اشتكوا لمستشار وزاره العدل، وبرضه هتفضل جردل وهي كنكه. وتفضلوا مع السلامه، ورانا اشغال تانيه. اللي بعده نمره 35 و36. ايها الاخوه العمال، لا تنسوا اخوكم الجردل، فانتم من الجردل والجردل منكم. اخواني واصدقائي، لا تنسوا بخيت حنيده في المهيطل. شد حيلك. الله يقويك. ربنا يقويك. واحد اسمه رسمي بيه وراكب عربيه مرسيدس ومرشح نفسه عمال. طب ازاي؟ اخواني حبايبي اصدقائي العمال، لا تعطوا اصواتكم الا لعامل مثلكم. اصواتكم امانه في اعناقكم، لا تعطوها لمرتشي او حرامي، بل اعطوها لاخوكم. يعيش رسم بيه نصير عمال. 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 دي خريطة موقع المعركة اللي احنا داخلين عليها. معركة يا خميس؟ احنا هنحارب وماله؟ نضرب ونكسر وندبح كمان. انت تؤمر يا باشا، تحب تدبحهم لك كلهم؟ تدبح مين يا ابني؟ هي موقعة حربية؟ دي موقعة انتخابية. انت متأكد ان عضو المجلس بيبقى له شقة؟ قلت لك ايوه. احنا يا رفاق الطريق طويل ومليء بالاشواق. مخي تامر. اهلا يا تامر، تعال. اخ تامر كان معايا في مدرسه، صديق قديم يعني، بس المسائل لخبطت معاه شويه، بس العقليه كويسه قوي حقيقه. لفين لفين لفين؟ نحن نشرب بذلك. وقال لك ايه؟ بيقول ان هو يعني سوف يقف معانا بكل ما اوتي من قوه. لفين وسوف يبذل كل ما يملك من مال. لا 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 لا. ولن يتوانى عن اي تضحيه. خلاص يا حاج تامر، خلاص نرجع لمرجعنا. وعشان نستميل الجماهير العريضة لازم نقدم لهم برنامج عمل ثوري تحريضي تهيجي. ايوه تهيجي. انا احب قوي اهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. انا اشكركم اوعدكم ان انا حبذل كل غالي ورخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي جاسوس هاتوه.
الله الله، لا لا استنوا استنوا، الاستاذ نزيه. ايه يا استاذ نزيه، في ايه خير؟ انا جاي من طرف الاستاذه عديله علشان نتفق على ميعاد علشان نتدارس امكانيه التحالف بينا في الحمله الانتخابيه. قوي، اتفضلوا في اي وقت. هنا ما ينفعش، الاجتماع ده لازم يتم على ارض محايده. ارض محايده يبقى ما فيش غير السطوع بتاع بيتنا. النظام النظام، احنا بنفتتح جلستنا هذه لبحث التحالف بين الرفيق بخيت حنيده المهيطل وبين الرفيقه عديله علي صندوق. انا بقترح ان احنا نوزع المناطق بيننا، وكل واحد في المنطقه بتاعته يعمل دعايه لنفسه وللتاني كمان. انا موافق. انا مش موافق. انا مش ضمني انك انت مش هتعملي دعايه لنفسك في المنطقه بتاعتك اكتر مني. ده انت مخوننا بقى بصراحه. انا اقترح ايه؟ اقترح ايه؟ ايوه، اقترح ان كل مرشح يبعت مندوب في منطقه المرشح الثاني عشان يتاكد من الدعايه. انا موافق. وانا موافق. انا هاخد المينا وحلقه السمك والانفوشي والمنشيه. يا سلام، وانا هيفضل لي ايه بقى؟ انا وانت ايه اللي هيحشرك في وسط الرجاله بنت الناس؟ وانت ايه اللي هيوديك زنقه الستات؟ نظار كده مش هنتفق. ان شاء الله عاملين ما اتفقنا. ايه رايك؟ اشيلنا يلا بينا. بينا نزيه جرام هيطل جرام صندوق. طب اعملوا اعتبار للراجل المحترم اللي معانا ده. انا من رايي ان احنا نتجاوز شويه على الخلافات بتاعتنا، مش كده ولا ايه يا رفيق نزيه؟ انا مش عايز اسمع خالص، لان انا من الاول رافض هذا التحالف، لكن الاستاذه عديله ممكن تسمع. انا من رايي ان احنا نعمل حمله دعائيه مشتركه، وبالشكل ده نوفر فلوس ونكبر الحمله. انا موافق. فهب عليه انا موافق. انا موافق، بس بشرط يكتب على اليوفط انتخبوا بخيت وعديله. وليه ما يتكتبش على اليوفط انتخبوا عديله وبخيت؟ لا، ما عشان انا الراجل وانا الست، والذوق بيقول ليدس فيرست. الذوق ده انت هتعلميني الذوق يا بنت صندوق؟ جرائيه مهيطل، انت جاي تهزاني قدام انصاري؟ الله 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 الله، احنا الزار كده مش هنتفق. ان شاء الله عنينا ما اتفقنا. لينا لينا، يلا بينا بينا نزيه. يا رفاق يا رفاق، حلها بسيط، انتوا النص الاول وانت النص الاول. يا جماعه قبل ما نتخانق، حد فيكم فكر هنجيب فلوس الدعايه منين؟ لقيتها لقيتها، احنا نعتمد على الجماهير، نفتح باب التبرعات. ايه، هنشحت من اولها خميس؟ انا مدكنه قرشين، ممكن احطهم كلهم. انت متاكد ان فيها شقه؟ وانا عامل جمعيه، على قد ما تحطي هحط انا كمان. خلاص، من بكره نبدا الحمله الدعائيه. مبروك يا مبروك يا لا 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 علينا. يعيش تعارف الجرده اللي مع الكنكه. يعيش تعارف الجرده اللي مع الكنكه. لا لا علينا، نحن علينا. نحن علينا. يعيش تعارف الجرده اللي مع الكنكه. يعيش تعارف الجرده اللي مع الكنكه. اقلب يعني الصوره دي شويه. هو تطبيق يعني خلاص. مش كده مش كده يا نزيه، هياخدوا بالهم. شويه من الخباثه مش كده. كده. في شيء اللي في شيء. في شيء في اللي هنا. خيط. ايوه. الرفيق عبده ملابيعه. اهلا وسهلا. عبده مين؟ ملابيعه. اهلا واخويا. أهل اشهر مؤلف اغاني، متحمس جدا انه يقول لك شويه شعارات. مهاود مسجاره. اتفضل يا استاذ ملابيعه. اتفضل اخويا. قول له حط فيشه على فيشه والمهيطل زيه ما فيش. الله الله الله، واحد شاي هنا كتكوت هنا وسكر بره. عديله يا عديله، انت حقيقي حلوه جميله. اديله سجاره. لا ما اخدش السكه. الراجل الحق يحب الحق، والمهيطل دايما على حق. الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق الراجل الحق. انت بتدينا اشعارات مستعمله مغشوش يالا؟ مش على قد فلوسكم. انت فاكر نفسك انت بس اللي بتعرف تالف؟ احنا كمان بنعرف نالف. الاسفلت منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ 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 عاش مهيج الجماهير. عاش مهيج الجماهير. عاش مهيج الجماهير.
الجماهير. فيه فين بقيت الزملاء؟ بخيت اصحى يا بخيت، اصحى يا سيادة النائب. عاش مهيج الجماهير. اهدى انت هتنام تاني يا بخيت، ده احنا بقينا الظهر. عاش المهيج. صباح الخير يا أم. صباح النور يا ضنايا، انت بتحلم ولا ايه؟ ما تفوق عمي مفشفش. يا ضنايا يا ابني معلش، تعيش وتاخد غيرها، بس ان شاء الله ربنا حينصرك على مين يا عدي. اما راح اعمل لك الشاي. المهيطه اليابا. الصوره دي جوه من عينيا. خد قال علق الصوره دي جوه في حته نور. حاضر يا معلم. وقول لرسم بيه احنا في الخدمه. وانت خد يا بخيت افتح الباب عشان ايدي مش فاضيه. شفت شفت الراجل الدلالي ادى 5000 جنيه للمعلم بتاع القهوه علشان يشيل يوفاتنا ويحط يوفات رسمي. 5000 جنيه؟ ايوه. يديني نصهم وانا اكتبهم له كمان بنفسي. خيانة! ايه ده يا بخيت؟ بعتنا؟ بعت القضية من ورايا يا بخيت؟ ايه اللي جاب الصور دي هنا؟ اهلا 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 بالانصار. اهلا اهلا. ايه يا اما اللي انت معلقاه ده؟ ايه دي نتايج يا ضنايا مكتوب فيها مواعيد الصلاة، كانوا ايه بيفرقوهم كده على الجيران. انا بقى ما سبتهمش الا ما خدت منهم 3 بلوشي بلوشي. فالحه يا اما لو كل النخابين زيك هنضمن نسقط بيه 3.